اخويا زمانه جاي دلوقتي، تعالوا نعمل في مقلب. طالع طالع. ايه ده، مين اللي فتح الباب؟ مش شغال دماغك؟ اصبري. هو ما دخلش ليه؟ لما تعمل اعلان وتطبل على قد ما تقدر عشان الفلوس. فوائد واضرار البيبس. خلينا مقتنعين ان البيبس ملوش اضرار. صوت التكة امان بصراحة، تحفة، طعمه جامد وبيديك بروتين بنسبة عالية. يعني انت لو بتلعب جيم او بتتمرن انصحك انك تشرب بيبس، وكمان بيحميك من الحموضة. ده غير ان هو بينظف الاسنان ويجيلك هشاشة في العظام. ايه تاني يا فنان؟ قول. دمار الغائط. دمار الغائط تنقسم لقسمين. القسم الاولاني ممكن واحد يغيب بمزاجه، مش جاي عليه الحصه فما جاش. القسم الثاني وده القسم الاهم، ان هو ممكن يكون عنده عذر، غاب بسبب ان هو تعبان، عنده حاله وفاء، اسباب كتير. وساعتها احنا بنتكلم. انت بتعملي ايه يا نيره؟ بحسب حاجه يا مستر. بتحسبي ايه؟ احنا في درس عربي مش في رياضه. وريني كده. اتفضل. 70 في 200 ب 14000. 14000 ايه؟ 14000 في المجموعه، وانت بتدي 7 مجاميع. يا نهار ابيض، يعني بتقبض في الشهر 14 في 7 98000 جنيه. هو انا حسدت ولا ايه؟ نيرة، ما تجيش جنب الشنطة دي، فهمتي؟ هو ليه اللي ما تجيش جنب الشنطة؟ انا اصلا ما كنتش هلمسها كده. بقى اكيد فيها حاجة ولازم اعرفها. اقوم ولا لا؟ أنا آسف. مرني يا فندم. واحد شيماك. ايه شيماك ده؟ شيماك ما تعرفوش؟ لا مؤاخذة، ده انا قاعد في كافيتيريا. صحيح يا فندم، احنا كافيه محترم. امال ازاي مش عارفاه؟ طيب هو شكله عامل ازاي؟ بيكون عليه جلاتي وبسكوت وحاجة سمرة كده. جلاتي؟ انت تقصد ميلك تشيك؟ هو ده. طب اضيف عليه اوريو او بوريو؟ الاتنين. تمام يا فندم. ثواني بس، هو سعره كام؟ 90 جنيه. هو انتوا بتقبلوا فيها زينة؟ خلاص هاتي واحد شاي. ما كمل اول علامة فلاح قال شي باك. تلاقيك جاي من العزبة. ماما والنبي لو خلصت الاكل هاتي لاكل عشان جعان. لسه شوية. متاكلش يلا على السرير عشان ما يتبهدلش. يا ماما هو انا عيل صغير هوقع وانا باكل؟ اما نشوف ليلتك سودة لو وقعت. الحمد لله ما خدتش بالها. لما تدور على التليفون وهو في ايدك. بابا ما شفتش التليفون بتاعي؟
كان معايا دلوقتي، معرفش سبته فين، دورت عليه في كل مكان. طب ما تشوفه كده، ممكن يكون واقع تحت السرير. مفيش كشاف جنبك طيب اشوف بيه؟ كشاف ليه؟ ما تقيد الفلاش. اه عندك حق. يا حمار يا وحشي صح صح لي لا حول ولا قوة الا بالله.